مساء الخير. اليوم رايح نواصل في حصة كشف المستور الحديث نتاعنا على المغامرة السعودية. وبعد ما تكلمنا عن السعودية اليوم وعن تداعيات الكاتب الصحفي جمال خزقجي وتداعياتها أولا على مستوى السلطة السياسية وعلى توجهات المملكة والضغوطات التي عانتها السعودية لأول مرة بعد 11 سبتمبر 2001، اليوم رايح نهضة أكثر في التاريخ لنتعرف شكون هذه السعودية، كيفاش تشكلت السعودية، كيفاش تشكل المذهب الوهابي، وما هي الظروف التاريخية والظروف الاجتماعية والظروف الثقافية والعقدية التي ساعدت على انبثاق هذه الدولة التي بدأت من منطقة مغمورة اسمها الدرعية وستتحول إلى قوة محلية التي ستعمل على توحيد عدة قبائل وتوحيد عدة مناطق داخل ما أصبح يسمى اليوم بالمملكة العربية السعودية. إذن اليوم نقطة البداية اللي غادي نتكلم عليها، وهو غادي نتحدث عن قصة رجلين غيرا من المصير نتاع هذه المنطقة. رجلين، واحد رجل اعتمد على الدين كقوة مجندة، كإيديولوجية، كقوة روحية تعمل على تجاوز كل العصبيات المحلية والعصبيات القبلية لتحل المحل الأول العصبية الدينية التي على أساسها تم بناء دولة وتم بناء مملكة. هذا الرجل اسمه محمد بن عبد الوهاب أو الشيخ محمد بن عبد الوهاب. هذا الرجل الذي سيلتقي مع رجل آخر، رجل آخر كان مغمور في القرن 18، يعيش في واحة صغيرة جدا، واحة يعني فقيرة، واحة ليس لها ولا وزن تاريخي ولا وزن سياسي في تلك المنطقة واللي يسموها الدرعية. فاللقاء بين هذ الرجلين، بين رجل الدين ورجل طموح سياسيا، طموح عسكريا، باش يبني قوة حقيقية ويحقق ما فشل في تحقيقه، وهو جمع الغنائم ويعني تكوين وتشكيل قوة مالية وفي نفس الوقت قوة سياسية تكون بعنوان ديني. اسمه محمد بن سعود. إذن اللقاء بين زوج رجال، بين واحد يسموه محمد بن عبد الوهاب والآخر يسموه محمد بن سعود، وبالتالي هذه الإرادتين خلقت قصة سياسية، قصة تاريخية، قصة على الواقع، قصة اللي رايح تشكلها عدة أجيال من العائلتين أساسا، من العائلة السياسية وهي عائلة محمد بن سعود والعائلة الدينية والتي سوف تشكل يعني هذا الحلف المقدس. لكن قبل ما نتكلم عن الشخصين وعن مغامرة الشخصين ومغامرة الدولة أو الإمارة الأولى اللي كانت في القرن يعني 18 والتي انتهت يعني في الأولى في 1718، في 1818. إذن هذه المغامرة الأولى نتاع الرجلين، قبل ما نتكلم عليها أولا نريد أن نعرف كيفاش كان الوضع العام والمناخ العام في الجزيرة العربية، يعني في شرق الجزيرة العربية ووسط الجزيرة العربية، كيف كانت الوضعية؟ يعني أولا كانت في الفترة القديمة الفتوحات الإسلامية، انبثاق دولة الخلفاء الراشدين، ثم دولة الأمويين، ثم دولة العباسيين، ثم الدولة الفاطمية التي كان مركزها القاهرة وشكلت أول انشقاق عن الجماعة وبالتالي شكلت دولة نقيضة
يعني في هذا، وهو الدولة الفاطمية التي نشرت المذهب الشيعي وقعدت لقرون، ثم عملية الاندحار، اندحار يعني ظهور أو سقوط أيضا الأندلس التي شكلت في الغرب العالم الإسلامي يعني مركز ازدهار وحضارة، ثم بدايات الدول، بدايات الدول يعني الدول أولا التي كانت تريد أن تكون توحيدية مثل دولة الموحدين أو دولة الموحدين أو عدة أو الدول يعني الدول الصغيرة التي كانت هنا وهناك في الشمال الإفريقي وفي مغرب العالم الإسلامي وفي مشرق العالم الإسلامي، انتهاء بالمماليك، انتهاء بالمماليك. وإذا الانتهاء بالمماليك بعد الذين ورثوا وأيضا انتهاء المماليك الذين ورثوا تفكك الإمبراطوريات الإسلامية التي انتهت أيضا بالإمبراطورية العثمانية. خلال هذا الوضع ونحن الآن رانا في القرن السابع، السادس، السابع والثامن عشر، كيف كانت الجزيرة التي كانت مركز ومهد الحضارة الإسلامية ومهد الرسالة المحمدية، كيف كانت هذا الوضع في تلك الفترة، يعني فترة القرن يعني ميلاد محمد بن عبد الوهاب وأيضا وجود وميلاد محمد بن سعود؟ أولا المنطقة الجزيرة العربية وسط وشرق الجزيرة كانت مهملة من طرف مختلف هذه الإمبراطوريات، ولم تكن تشكل مركز استقطاب هذه الإمبراطوريات ونهايتها الإمبراطورية العثمانية. وهذا ما خلى هنا تعود إلى بداياتها، إلى المجتمعات القبلية وتسلط الأمراء القبيلة أو شيوخ القبيلة. وهذا أيضا ما خلاها تشكل هامش المعارضات الإسلامية، يعني خاصة في العصر الأموي والعصر العباسي. ومن بين هذه المعارضات الإسلامية نجد أيضا كانت موجودة في الأحساء، يعني مثلا في منطقة الأحساء يعني في الجزيرة العربية والآن على أرض السعودية، يعني منطقة الأحساء التي تمركز فيها القرامطة، وهم هؤلاء كانوا أقرب إلى الفكر التمردي والذين هاجموا حتى الكعبة وأخذوا الحجر الأسود للكعبة ونقلوه من مركزه. فهؤلاء القرامطة الذين تمردوا الذين جاءوا بأفكار جذرية وراديكالية ضد مثلا الحكام المسلمين، هذه كانوا موجودين في منطقة الأحساء. أيضا كان هناك تيار آخر والذي كان أيضا على هامش الإمبراطورية، وهو تيار الإبادي الذي أيضا كان مناوئ للسلطة الأموية والسلطة العباسية، والذي تعرض إلى اضطهادات كبيرة من طرف السلطة المركزية. هذو كانوا أيضا يشكلون القوة الحية ضمن منطقة الجزيرة العربية، إلى جانب المعارضات الأخرى من بينها الزيدية الشيعية أو الشيعة الزيديين الذين أيضا كانوا متمركزين في منطقة الحجاز، وفي منطقة الجزيرة العربية. إلى إضافة إلى هذا هناك أيضا تيارات أخرى، وهي تيارات صوفية وأيضا تيارات التي كانت هي أقرب إلى العادات والتقاليد الجاهلية واختلطت بالدين، وهذا كان يمثلها أساسا البدو الذين كان، ومن بينهم يعني نجد هناك من القبوريين، نجد من بينهم عباد الشمس إلى آخره. فهذا الوضع العام العقدي أو الوضع الثقافي، الوضع الديني الذي كان سائدا في القرن الثامن عشر. وعلى الصعيد السياسي، وهو السلطة المركزية المتواجدة في الباب العالي وممثلها في مصر وهو محمد علي الذي كان يمثل السلطة العثمانية، فهي أيضا لم تكن
عندها سيادة على الجزيرة العربية إلا سيادة رمزية وإلا سيادة شكلية منذ أن استلم العثمانيين مقاليد مكة من طرف المماليك، مفاتيح مكة من طرف المماليك. فهم العثمانيين رسخوا أو أثبتوا أو عينوا يعني أمير مكة وأمير جدة، وتركوا منطقة الجزيرة العربية وما تسمى اليوم بالأراضي السعودية، خلاوها تحت سلطة الأمراء المحليين، تحت سلطة الأمراء المحليين. وهذا الاستقلال الذاتي هذا أبقى إلى غاية اللقاء بين محمد بن عبد الوهاب ومحمد بن سعود الذين شكلوا نواة سلطة جديدة في المنطقة، وبدأوا انطلاقا من التحالف الذي كان بين الرجلين بدأوا يشكلون خطرا على المصالح العثمانيين، خاصة عندما قامت الوحدة بين محمد عبد الوهاب ومحمد بن سعود وخلقوا جيش من أولا من حضر يعني حضر منطقة نجد، نجد التي كانت عندها نوع من الاستقلالية الذاتية، وأيضا بدأوا أولا يساعدون على انخراط البدو ضمن جيش الوهابيين. وهذا الجيش الوهابيين الذي بدأ يدير الهدف الأساسي نتاعه الغزو باسم الغني باسم الدين لتحقيق الغنيمة، وبدأت هذا التحالف بدأ يتوسع وبدأ الانتقال من منطقة مغمورة اسمها الدرعية إلى المناطق المجاورة، ثم بدأوا يسحفون وبدأوا يتقدمون إلى منطقة الحجاز وإلى منطقة العراق، وبدأ يعني يظهرون كقوة حقيقية. وهذا ما جعل العثمانيين ينتبهون إلى هذا الخطر الذي راح يتحدى هيبة الإمبراطورية العثمانية ويتحدى السلطة المركزية العثمانية وممثلها محمد علي وابنه إبراهيم بن محمد بن علي سياسيا وعسكريا، وذلك ما سيفعل العثمانيين ليسلطون عقابا على هذه الدولة العثمانية. كيف حدث ذلك؟ كيف برز محمد بن عبد الوهاب ومضمون الوهابية؟ هذا ما سنتطرق إليه في القسم الثاني من هذه الوقفة وهذه الجلسة حول بدايات الدولة أو الإمارة السعودية وتحولها من قبيلة وإمارة إلى دولة إلى مملكة. فاصل ونعود. مساء الخير مجددا، ونلتقي في هذا القسم من الوقفة مع بدايات ونشأة الوهابية ونشأة هذا الحلف المقدس بين الدين والسياسي أو بين رجل الدين ورجل السياسة، وهذا الحلف الذي تشكل وبدأ أو شكل بداية انعطاف في منطقة كانت منطقة تتميز بالغزوات، غزوة القبائل ضد القبائل، وكانت تتميز أولا بالفوضى العقدية وبالنزاعات التي لا تتجاوز حدود الواحات. فهذا الوضع السياسي والوضع العقدي يعني سوف يبرز إذن هذا الرجل. من هو محمد عبد الوهاب مؤسس المذهب الوهابي أو الوهابية؟ أول محمد بن عبد الوهاب هو من قبيلة كانت تسمى بقبيلة بني تميم، وهي قبيلة حضرية من منطقة نجد،
وهذه القبيلة كان الأفراد نتاعها يعني يعيشون و يتقاسمون يعني وحات النجد أو متناثرون في وحات النجد. وعائلة محمد بن عبد الوهاب لم تكن عائلة ذات نفوذ مالي ولا نفوذ سياسي، بالعكس أنها كانت تعيش يعني وضعية اجتماعية جد متواضعة، لكنها مع ذلك فكانت تتميز أن أسلافهم كانوا دائما ينتمون إلى ما يمكن أن نسميه بطبقة العلماء، علماء الدين والدعاة. فهذا هو الرمز أو الرأس المال الرمزي الذي كانت تتكئ عليه عائلة محمد بن عبد الوهاب. ويذكر الرواة والمؤرخين ويذكر الرواة والمؤرخون أن جد محمد عبد الوهاب نام منام، وهذا المنام اللي ناموا مع ميلاد ابنه، لكن في سيظهر في الحقيقة حفيده، أنه تشعل النار، وهذه النار ما تخلي حاجة تشعل وتلتهم في طريقها كل شيء. وهذا تقديم هذه الصورة الأسطورية لميلاد محمد عبد الوهاب هي محاولة مفسرون ومحاولة أنصار المذهب ومؤسسو ومجددو المذهب الوهابي، كانوا يريدون أن يوازوا سيرة محمد بن عبد الوهاب مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يريدون من خلال المذهب الوهابي وكأنهم يريدون انبعاث الرسالة الإسلامية من جديد. وكأنهم أرادوا أيضا أن يقولون أن تلك الفترة كانت سيطرت وهيمنت الثقافة الجاهلية والعصر الجاهلي الجديد، مثل ما سيتحدث أيضا أحد المنظرين الإخوان عندما يقول جاهلية القرن العشرين. فتلك الفترة كانوا أيضا يقدمون على الوضع هذا على أنه جاهلية القرن الثامن عشر، ويأتي محمد عبد الوهاب الذي يمثل روح السنة في تلك الفترة بنسختها الحنبلية، يعني نسبة إلى أحمد بن حنبل الذي أيضا كان الداعية في العصور الوسطى إلى العودة إلى اللحظة الأولى، إلى النهضة النبوية، إلى لحظة الخلفاء الراشدين، والتي يعني إلى اللحظة المؤسسة للإسلام المبكر، المؤسسة للإسلام ضد سلطة الظلمات الجاهلية. فهذه الصورة اللي كان يمثلها محمد بن عبد الوهاب جاء ويعني حاول هنا، كان شاب يعني كان شاب، وهذا الشاب الذي سوف ينتقل إلى عدة مدن، وسوف يسافر إلى المدينة لتلقي العلم الديني، وسوف أيضا ينتقل إلى البصرة، وسوف ينتقل إلى منطقة الأحساء. وهذا لي يعني نفس الرحلة التي يريد أن يشكل فيها وعيها الديني، لكن في نفس الوقت كانت أيضا رحلة بحثا عن الحياة، بحثا عن الحياة يعني تحسين وضعها المادي أو حتى كما يقول بعض المرة أو البحث عن الثروة. وهذه أيضا نوع من المفسرين، نوع من المفسرون هي نوع من محاولة محاكاة سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم عندما انتقل الرسول صلى الله عليه وسلم مع خديجة، يعني يشتغل في تجارتها وينتقل من منطقة إلى أخرى. فهذه الصفة. ويقدم أيضا محمد عبد الوهاب أنك كان صغير ما كانش يلعب، وهذه أيضا نوع من محاولة محاكاة الصورة النبوية. فهو يقدم أنه لم يكن مثل أترابه من الأطفال، ولم يكن يعني مجذوب أو تجذب أو يعني ما يجذب وما يرغب الأطفال في مثل سنه، وإنما كان تقريبا يفكر في شيء معين، وكأنه كان أعدته الإرادة الربانية لدور
أن يلعب دور أساسي وحامل رسالة يعني كبيرة. فبعد الهجرة أنت محمد بن عبد الوهاب فهو غادي يكون يعني خاصة عندما يكون في العراق فيبدأ أولا بالتعبير عن هذه الأفكار وهو العودة إلى الإسلام النقي، العودة إلى الإسلام الصحيح، العودة إلى الإسلام المطهر من كل الشوائب التي لحقت به من تقاليد وعادات التي طمست الروح الحقيقية للإسلام. ومن ذلك بدأ ينادي بالتطبيق المتشدد والتطبيق الحرفي للشريعة الإسلامية. ومن هنا يعني خاصة عندما كان في العراق بدأ أولا ينادي بالحرب ضد الشيعة وضد كل مظاهر الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف، و بدأ ينتقد كل تلك المظاهر التي كان يراها هي أقرب إلى الشرك منها إلى الإيمان. وانطلاقا من هذا فهو تعرض إلى مضايقات في العراق، ثم سيعود إلى مسقط رأسه في العينة حيث كان الوالد نتاعو يعني كان قاضي يعني في هذا، فالوالد شجعه لكن لم يكن فعلا متحمس إلى الدعوة التي كان يريد أن يظهر بها محمد بن عبد الوهاب. وكان أمير تلك المنطقة يعني وهو اسمه عثمان بن عمر يعني تبنى محمد عبد الوهاب، وكان محمد عبد الوهاب يقول لهذا الأمير إن أردت أن تكون قويا وإن أردت أن يكون لك ملكا عضوضا فقف معي في نشر الدعوة وهو تطهير الإسلام من كل الشوائب. لكن برغم أن هذا الأمير كان مشى معاه وكان ساعده، فناد محمد بن عبد الوهاب يدعو إلى التطبيق الحرفي للشريعة الإسلامية. ومن بين الأشياء التي كان يركز عليها محمد بن الوهاب أو كان يرفض هو وأنصاره أن يسمون بالوهابيين، لأن وصف الوهابيين كان يرونه أنه من طرف خصومهم، وإنما هو كان يريد أن يركز بأن دعوتها اسمها يسمون أنفسهم الموحدون أو الدعوة إلى التوحيد. وكانت الأشياء التي ينادي بها أنه كان يريد أن يقلع كل واسطة بين العبد والإله والعبادة تكون مباشرة. النقطة الأخرى أيضا كان يريد الالتزام بدفع الزكاة، بدفع الزكاة وفرض الاستجابة إلى الدعوة إلى الجهاد. فكان يريد أيضا ينادي بالجهاد، الجهاد ضد كل الوحات التي لم تكن تتبع المذهب نتاعها فكانت تظهر وكأنها يعني مرتدة عن الدين أو مشركة بالتوحيد، مشركة بالله. وانطلاقا من هذا تم الضغوط على ولي على أمير العينة لينتقل إلى الدرعية حيث كان هناك شخص طموح اسمه محمد بن سعود. ومحمد بن سعود سيتلقى في الدعوة خاصة وأن شهرة محمد بن عبد الوهاب وصلت إلى الدرعية، وسيتأسس حلف في 1744 حيث سيقول محمد عبد الوهاب لمحمد بن سعود أنك الآن يعني أنا سأمنحك الشرعية الدينية وأنت توفر الحماية للدعوة والعمل على نشر الدعوة الوهابية. وانطلاقا من هذا اللقاء بدأت الوهابية في بناء الشكل الجنيني الأول لما ستسمى بالإمارة الوهابية السعودية، وستعمل على استقطاب يعني الأنصار، وستعمل على تكوين البدو وتكوين يعني الأنصار الجدد أو المنخرطين الجدد، وستوفر لديهم شيء مهم جدا وهو يعني إلى إضافة إلى الفكرة الدينية الجديدة ستوفر لهم الغنيمة، وهذا ما سيوسع من يعني قاعدة
هذا التحالف الجديد بين محمد بن عبد الوهاب ومحمد بن سعود، وسيتشكل نواة جيش حقيقي والذي وسينمو مع الوقت في فترة قصيرة، وهذا النمو سيشكل قوة حقيقية لهذه الدعوة التي سوف يكون لديها ذراعين، ذراع سياسي وذراع ديني، وبين الذراع السياسي والديني سيكون الجسد عسكري، وبالتالي ستتحول إلى قوة حقيقية سوف تربك العلاقات والبناء القبلية في تلك الفترة، وسوف تعمل على التوحيد ليس فقط الديني، وإنما توحيد البلدات وتوحيد الواحات لتشكل بداية دولة، وهي ما تسمى بالدولة الأولى أو الإمارة السعودية الأولى، والتي ستتعرض في 1818 إلى هجوم من طرف محمد علي حيث وكل ابنه، وممثلا للمركز للإمبراطورية العثمانية، وسوف تتحطم الدولة السعودية الأولى، وسوف يعني يتم القضاء عليها جذريا، ويتعرض أبناء الشيخ أبناء آل الشيخ وأيضا الحاكم السعودي إلى النفي وإلى القتل وإلى السجون، وسوف تبدأ المغامرة الثانية للدولة السعودية مع الأحفاد مع الأولاد والأحفاد، وهذا ما سوف نراه في الحلقة القادمة. أتمنى لكم لحظات ممتعة وسهرة ممتعة إلى حلقة قادمة، ونقول لكم أبقوا على خير.